سلام حبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ ان شاء الله بغيت ندير واحد الاكله وبغيت نشاركها معكم. عندي هنا صدر ديال الدجاج، ها هو مقطع شوي شوي، الدجاج مغسول مزيان، درت شوي ديال الملح، شوي ديال البزار، شوي الكمون، شوي ديال السكنجبير، وشوي ديال المليحه، ودرت شويه ديال صويا صوص، وتبت الدجاج ديالي وخليته على جنب. عندي هنايا البطاطا قطعتها شوي شوي، وغادي نقطع الدنجال حتى هو، غادي نقطع الدنجال حتى هو شوي شوي، وغادي نقليهم في الزيت. انا دابا يا البنات كنقلي البطاطا ديالي في الزيت حتى تقلى، وغادي نقلي حتى الدنجال حتى هو، غنقطعو حتى هو هكا شوي شوي ونقلي حتى هو، عاد ديك الساعات نقليو الدجاج ديالي. وهذه الاكله غادي نرافقها مع الرز المصري. إذا عندكم رز عادي ديرو هذا كلاصي، ولا رز بسماتي، أنا عندي رز مصري غادي نشاركو مع هاد الأكلة. متنساوش البنات في الدجاج التومة، يا عندكم التومة بودرة يا التومة عادية، نسيت مقلتهاش ليكم. إيوا هنايا هاهي البطاطا ديالنا اللي قلينا، هاهي حيدتها. ودابا درت الدجاج يتقلى، دابا ها هو الدجاج ديالنا كيتقلى حتى هو قطعتو شوي شوي، وغادي نخليه حتى يتقلى مزيان ونحيدوه، عاد نديرو الدجاج حتى هو يتقلى ان شاء الله. هاهي البنات الدجاج ديالنا اللي قليناه ها هو حيدناه، ودابا درنا الدجاج يتقلى. هاهي البنات درت الدجاج ديالي يتقلى، ها هو غادي نديرو شوية العظم، إيوا غادي نخليه حتى يتقلى مزيان ونوريكم الخطوه ان شاء الله الجاية. نخليه يتقلى مزيان مزيان. انا البنات الدجاج ديالنا تقلى، وزدت عليهم اللومي اللي عندي يديرو اللي ما عنديش ما يديروش، وزدت شويه ديال الهيل والمطمار، ودرت البصله مشلبه دابا، غادي نشحرها هكا، وغادي نزيد عليهم هذوك البطاطا والدجاج اللي قلينا، ومطيشه غنقطعها حتى هي شوي شوي، ونديرهم ونعمر عليهم شويه ديال الماء ونخليهم يطيبوا شويه. البنات الطماطيشه ها هي تدبالت، ايوا زدت عليهم هذاك الدجاج والبطاطا، هما دابا غادي نمرق، ندير المرقه ونخليه حتى يتجانس، وغادي نزيد عليهم قزبر ومعدنوس حتى هو. عندي هنايا الرز، درت شويه ديال الزيت وشويه ديال البصله شلطتها حتى دبالت، وزدت عليها الرز، ودرت شويه ديال الكاري وشويه ديال البزار وشويه ديال المليحه، وعمرت عليه الماء ونخليه يطيب. هاني البنات دابا درت مرقت ودرت القزبر ومعدنوس، وزدت التوابل، درت التحميره ودرت الكمون وشويه السكنجبير وشويه ديال الثوم بودره والبزار والكمون والمليحه على حسب الذوق. ايوا دابا غادي نخلط هذا الخير ونخليه نغطي عليه ونخليه يطيب شويه 5 دقائق وصافي، غير تسبك لينا المرقه ديالنا تولي ثقيله شويه صافي. كاين البنات كتجي المرقه ديالنا ها هي طابت، ما عرفتش ليكم هكا تجي، شفتوها؟ ايوا دابا ان شاء الله غادي نصاوب تفصيلية التقديم ونوريكم. ها هو يا البنات هكا تجي الاكله ديالنا، وهذا الرز، الاكله كتجي زوينه. ها هي والدجاج، ها هو، ها هو الدنجال تا هو طايب. ايوا بالصحه والراحه، واللي كتوحي نسمح لينا ما تنساوش ديروا لايك، وشكرا لكم على المشاهده، وشكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا على كل واحد تيدخل ويدير لايك وتيتفرج، شكرا بزاف. وما تنساوش ديما ديروا لنا لايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف.